لو ان باش نخدموا حبسونا، لقينا السيكوريتي سادين قال لك ممنوع تدخلوا. حنا هاد الناس تنطالبوا يا اما يخدمونا ولا يعطيونا حقوقنا، ما بغينا حتى شي حاجه، بغينا غير حقنا. الناس راه عندهم عائلات، عندهم ولادهم، كاين اللي كاري، كاين اللي مسكين ما لقى حتى ما ياكل، والعيد هادي والهواشر، وكاين اللي عنده كريدي البنكة. راه الناس زعما راه ما شاء الله، راه اللهم إن هذا منكر. حنا تنطلبوا حقنا، وكنتمنى هذا الشيء يوصل لسيدنا. بغينا الدولة دير تنصفنا، بغينا حقنا، هذا الشيء بغيناه يوصل. حنا بغينا نوصلوا لهذا الشيء للمسؤولين، حيت هاد الناس ما اعتبروناش. كون اعتبرونا ناس ما غاديش يديروا لنا هذه الحالة هذه. كون جلسوا معنا وتناقشوا معنا، الناس ضاربين 15 عام قالوا ماشي خذوا 3 المليون. 4 المليون ديالاش؟ ديال صحتنا اللي مشات معاهم. هاد الشيء راه بزاف، هاد الشيء ماشي معقول. الناس والله العظيم إلا الدراري كاين معايا واحد البنت ها هي أجي ابتسام. هاد البنت راه دخلت عندها 19 عام. هادي راه كبرات على يديا، هادي دخلت عندها 19 عام. والله إلا الناس ضربوا وخدمنا بنيتنا، ما شفرنا، ما سرقنا، ما جعبنا، ما والو. كنا كنعطيو ليل ونهار. أنا هاد العبد المدة كونجياتنا ما كنشدوهمش. كان الكونجي ملي كتبغي كيقول لك لوطيل عامر، لوطيل عامر. تيخوى لوطيل، ملي كيخوى لوطيل تيقول لك صافي في هذاك العام ضربك فيه تران. هنا كاينين ناس هما كيسالوا 3 شهور الكونجيات، كاين اللي كيسال 3 سنين 4 سنين ديال لي كونجي. حنا هاد الناس ما بغاوناش، ما عندناش المشكل، ما غنفرضوش عليهم راسنا نخدموا معاهم صحة. صافي ما بغاوناش يعطونا الواجبات ديالنا. أنا هاد الشيء اللي كنتمنى. حنا جينا هاد الصباح تفاجئنا بالإقفال، تفاجئنا بالإقفال ديال الفندق ديالنا. من بعد حنا كنا حنا قلنا غادي نجيو غادي نلقاو شي، لقيناه مسدود، ما واخا درنا معاينه وجبنا معنا عون قضائي ودرنا لقينا يعني البيبان مقفولين. دابا الدعم هو تهز، يعني ما بقاش دعم. انا لو انسات نورمالمون خصنا نكونوا اوبيراسيونيل في الفندق ديالنا، نخدموا ندخلوا، حيت ما كاينش شي حوار قبل بان راه غادي نطيحوا في هذا في هذه المساله هذه. كان عندنا علمونا قالنا ودي راه كاين واحد لو بلون سوسيال اللي بغا يزيرو، حنا راه مازال ما عرفناش لا سيتياسيون ديال شهر 7 حتى لديك الساعه ونشوفوا. ولكن دابا انا لقينا كلشي بان قلت بان الشركه اللي تابعين ليها حنا اللي تتسير بان راه ما عندهاش باقي القدره باش تسير وباش عندها ديون وما قداش باقي تستمر في هذا سميتو. المصير ديالنا هو تتشوفوا فيه كلنا على في الشارع، وحنا راه ماشي غير هاد اليونيتي، كاين واحد المجموعه ديال الفنادق في مراكش، كاين 6 الفنادق اللي هما خدامين. واليوم مع الصباح تنجيو تلقاو جميع لي زونيتي مسدودين، راه الناس ماشي الناس ديال هاد كيليز، راه الناس ديال المجموعه كاملين حاضرين معنا هنا. وتنتسائلوا تنقولوا اش ما تعطيناش شي اكري بان راه سالينا ولا راه وقفنا. وتنقولوا اشنا هو المصير ديالنا، تيقول لنا المصير ديالنا مجهول. صراحه هذا النهار امام فاجعه باكبر المقاييس. هذا العدد عدد قليل ديال الناس اللي متواجده هنايا ديال فندق واحد تقريبا، راه هي 6 الفنادق في مراكش اللي تسدت هذا النهار. هاد الناس هادو المستقبل غير واضح معاهم، ما قالوا لناش يعني راس الخيط، كي كنقولوا باللغه العربيه راس الخيط ما عطاوه لناش. حنا دابا مضطرين اننا نديروا توقفات هنا، اننا نصعدوا اذا اقتضى الامر، لانه الرزق ديال وليداتنا هذا، شحال واحد هنا مجوج وشحال واحد هنايا. كنطالبوا السيد الوالي والسيد العمده بالتدخل ويخليونا نتبعوا المساطر القانونيه كما هي وفقط، هذا الشيء اللي كاين. وكنشكركم هاد الناس هادو ضحاو مع هاد لوطيل هذا، مع هاد لوطيلات ديال فنادق رياض موكادور. شيف دابفير اللي كان كيطلع عندهم راه بسبب ديال هاد الناس هادو. هاد النهار هذا اللي ما لقاو حتى التفاته من حتى واحد، حتى واحد ما بغى يهضر معاهم، حتى واحد ما بغى يقول لهم اش اللي غادي يكون. هادشي اللي كاين، كنتمنوا التدخل ديال السلطات في العاجل، لاننا حنايا على ابواب العيد الكبير ان شاء الله. اخي حنا ضحينا كي قالت الاستاذه، راه دوزنا واحد سنوات ضحينا ختامين. حنا دلوطيل ما طالبين ما دير لا مشاكل لا حتى شي حاجه، جينا ختامين القليل هنا عليه عقود كريد ديون مع ابناك عليه كذا وكذا واولادها، القليل هنا هز 4 ديال العائلات. يعني من اليوم واقفين بارك يكفينا هادشي اللي سنه ونص ديال هاد الوباء. الله يفوتو هنا اللي كاري، راه انا عليا كريدي وهاد الناس كلهم. حنا ما طلبناش هاد المؤسسه، كبرنا فيها اللي تنعتبروها هي البيت، المنزل الثاني ديالنا اللي عشنا فيها وكبرناها. كاين اللي هنا كبر، كاين اللي قلت هاد القضيه في واحد الفيديو البارح السابق، بان كاين اللي هنا راه قرع، كاين اللي مرض، كاين اللي دخل شاب،
كاين اللي كبر ولادو، انا ولدي جبتو عنده سنه دابا ولا قدي في الطول، يعني راه ضحينا وعطينا الكثره هذه المؤسسه لينا بزاف. حنا دابا تاجينا ورغم ما هادشي هاد الناس راه جاو في الوباء، حنا دابا مربوش في الوباء اللي عارف هاد السته ديال اللوطيلات اللي هما في مراكش فريد مولادو اللي راه كبرنا وما نسيناش جميع الناس، ولكن حتى هما بغا يسدو هما حرين في ديالهم. ما قلناش لا، حنا ماشي ضد السلطات، حنا علينا حتى حنا ما كاينش اللي منا حتى حنا علينا العمل استاذ، حتى حنا راه بغينا غير الحقوق ديالنا. الناس اللي ديليكي لقيناهم هابطين من السما ما عرفناش كيداروا لهم، حتى وجدوهم راه هما داخلين دابا تيهضروا معاهم، واللي يهضروا معاهم قبيله تيقول لهم حنا ما عندنا ما ندير لكم وما عندنا فلوس، وسيروا جريوا القانون، يعني انهم هما راه فوق القانون زعما، راه تغلبوا علينا وراه جروا علينا بداك الشيء اللي بغاو هما. هاد الناس راه ما عرفوا لا فين يجيو ولا فين يمشيو، راه وجهوا امرهم الله تعالى، وراه داك الشيء كاع اللي داروا سيدنا من 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 ذاك العام 2020 ثلاثة هو تيعطي وتيدعم باش توقف البلاد. هاد الناس راه ضربوا لهم في زارو زعما، جري وجهتكم الله يعاونكم، اللي بغى يموت يموت، اللي بغى ينتحر ينتحر، وحسبنا الله ونعم الوكيل.